السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اتأخرت عليكم، معلش. النهاردة معانا طبعا طلبات الانسة كارما، اوامر 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 الانسة. بعد ما ورق العنب ابتدى يولى ويمشي، قالت لي انا عاوزة اكل ورق عنب. يا بنتي هجيبه منين؟ يا بنتي هجيبه ازاي دلوقتي؟ لا انا ماليش دعوة، انا عايزة ورق عنب. طبعا ارفض لها طلب ما قدرتش، اضطريت انزل السوق ادور على ورق عنب، وطلبت كرنب وطلبت بتنجان. يعني طلباتها ملهاش علاقه ببعض. اجيب لك كرنب كويس منين؟ ماليش فيه، انا عايزه بتنجان وعايزه ورق عنب وعايزه فلفل وعايزه كرنب. يا بنتي ازاي؟ اهو نزلت وخلاص، وسبحان الله البت قرفتها ما شاء الله عسل. نزلت لقيت الكرنب زي ما انتم شايفين بلدي ومسكر وطعمه زي العسل، واللهم صل على النبي. الكرنبايه انا قلت انها صغيره ومش هترمي ورق، لكن ما شاء الله رمت ورق كتير جدا جدا. وجبت لها ورق العنب زي بنفس السعر زي ما كان طالع لسه جديد، وسبحان الله ورق عنب بجد وطعمه ومزازته جميله جدا جدا جدا. تقريبا الكيلو ب 80 جنيه، بس طبعا كله علشان خاطر كارما يهون. وعايزه اقول لكم انه زي ما كان لسه بشاير، صغير وجميل ومزز وطعمه حلو جدا. والكرنب ما شاء الله، يعني الكرنبايه كانت ب 5 جنيه، بس سبحان الله رمت ورق على عكس ما كنت اتخيل تماما. وجبت لها البتنجان الاسود علشان هي بتحبه، وكان في صباعين كده المخدد اللي هو خد وخد او لون ولون، والخضره بتاعتنا. ويلا نقول بسم الله ونشوف عملنا ايه النهارده. اول حاجه يا ريت تشرفوني باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. معايا ايه؟ معايا حله حطيت فيها ميه سخنه، طبعا هي الميه غليت، بس مامتي الله يرحمها كانت دايما تقول لي ما تسقطيش الحاجه في ميه بتغلي درجه الغليان، ارحمي الحله، يعني اديها بس بق ميه يضيع الغليان واسقطي اللي بتسلقيه فيها. حطيت بقى ملح وكمون وسقطت الكرنبايه مقلوبه لانها صغيره، فقورتها كده من النص وسقطتها مقلوبه، وطلعت العروق بتاعتها ورقه ورقه كده، وبقت زي الفل ما شاء الله، واستوت وكانت زي العسل. علشان اوقف سوى ورق الكرنب لازم اسقطه في ميه ساقعه، يعني انا باخده كده احطه في مصفى وارجع احطه تحت الميه الساقعه او تحت الميه الحنفيه علشان اوقف مرحله السوى. طول ما هو كان هيفضل السخونيه بتاعته هيستوي وهيتهري مني. وهنا بقى بعمل الخلطه بتاعتي او التسبيكه او التخديعه. حطيت كميه حلوه كده من الزيت، وحطيت عليها بصلتين ثلاثه محترمين، ودي كانت طماطم متفرزه عندي في الفريزر. هعمل بقى التخزيع. انا كده كده لما بفرز الطماطم بديها طبعا غلوتين علشان تسهل عليا مرحله الطبخ بعد كده. وزي ما انتم شايفين بوريكم، انا لسه بكمل سلق الكرنب بتاعي عبال ما التسبيكه بتاعتي تتعمل. كده خلاص هنبتدي نقطع الكرنب بتاعنا. انا بمسك الورقه واتنيها بالنص كده واقطعها زي ما انتم شايفين. طبعا دي طريقه الناس اللي هي لسه بتتعلم التقطيع او بتستسهل التقطيع، ما اعرفش يعني، عشان تظبط ايديها او تظبط قطعتها، لكن انا بصراحه بقطع على ايدي اسرع واسهل و بسرعة، يعني مش محتاجة بقى ان انا احط صينية تحت ايديا، وطبعا اللي حواليا دول بيصطادوا اللي بيطلع مني. وبعدين انا مش بحب افرط الورق على قد الصباع، انا بديله بعمله دايرة كده وبقطع زي ما انا باخد، يعني انا هلف لفة الصباع واقطع بعد كده. يعني انا زي ما انتوا شايفين كده بقطعها دايرة على قد الصباع وخلاص. هروح كمان على النار تاني اعمل ورق العنب، برضو حطينا له الميه السخنه بتاعته، وحطيت الكمون والليمون ومعلقتين من الزيت علشان يسهل فك اوراق ورق العنب. مجرد ما بتحطيه بيغير لونه، بقلبه على الوش التاني وخلاص، ما بيكملش 5 دقايق على النار، ما بيكملهمش. اهم حاجه اديله بقى الليمون بتاعه
عصرة الليمون بتخلي ورق العنب طعمه جميل جدا جدا جدا، وبتزود مزازته لان حلاوته في المزازة بتاعته. كده خلاص انا هطلع ورق العنب، زي ما قلت لكم هو ما خدش 5 دقايق، هطلعه في مصفى ونبتدي نروح نحشي الاكل بتاعنا، المحشي الجميل جدا جدا جدا. بصوا بقى هتقولولي ازاي، ليه بتنقصي الصلصة في صينية تانية؟ اقول لكم معرفش. ليه بتحطي الخلطة على النار؟ اقول لكم معرفش، هي عادة وتعودنا عليها. مامتي الله يرحمها كانت بتعمل كده، بتاخد على قد القد علشان ما تفوتش من الخلطة. انا دلوقتي باخد على قد ما هعمل، وبصراحة انا لازم احطها على النار تتشمع علشان ما يبقاش فيها مية. خلاص انا سبكت الصلصه بتاعتي، اكيد وانت بتسقطي الرز بيبقى فيه ميه، فما بحبش يبقى فيه ميه. وبعدين انا في محاشي بعملها من بالليل، يعني اعمل الحله بالليل واحشيها والصبح اقوم اسويها. زي ما انتوا كنتوا شايفين كده الصلصه لونها ما شاء الله عليه، وهبتدي اعمل الحله الصغيره دي لابو العيال علشان هو بيحبها بالشطه، وانا اولادي مش هياكلوا بالشطه، فبعمله الحلة الصغيرة دي على قد اليوم كده. بيبقى صبح بصبح بيبقى طعم المحشي جميل جدا جدا جدا. هلف له الحلة بتاعته، وبعدين نرجع نلف الحلل بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين وزي ما قلت لكم انا بحب اسيبها دايرة كده طويلة، اخد منها اللي انا عاوزاه واقطع الباقي، لاني مش ببقى ضامنة الورقة تاخد رز قد ايه، ورقة مقطوعة ورقة مش مظبوطة. المهم ان انا بظبط الدنيا كده وبكمل حلتي. هنروح على النار ونعمل الفراخ بتاعتنا بطريقة حلوة جدا جدا جدا، والطريقة دي بتخلي الشوربة ما شاء الله روعة، بتخلي طعم الشوربة غني جدا جدا جدا. جبت الحلة بتاعتي وحطيت فيها معلقة كبيرة كده محترمة من السمنة، طبعا سمنة بلدي، سمنة اللي بتستخدميها عايزة تعمليها بزيت بس يستحسن تكون سمنة. وهسقط فيها الفراخ بتاعتي تاخد صدمتها كده وتاخد اللون بتاعها الحلو وتتشمع كده على النار وتتشوح شوية، وبعدين نضيف عليها المية السخنة ونضيف عليها الإضافات اللي هنحطها وتخلي الشوربة بتاعتنا ما شاء الله طعمها زي العسل. هحط ايه، حطيت بصلاية كده وقطعتها، مش فتحتها يعني، قطعتها كده 4 ارباع بس ما فتحتهاش، والطماطم كذلك، وجزرتين محترمين متقطعين مكعبات حطيتهم وسقطت عليهم المية السخنة. طبعا في الفراخ ما بتفرقش كتير تكون المية سخنة او ساقعة، لكن في اللحمة لازم تبقى المية سخنة لان الفراخ مش بتاخد سوى زي اللحمة، بس في اللحمة لازم تكون المية بتاعتك سخنة علشان ما تفصلش سوى الفراخ. واحط كمان التوابل بتاعتي، ملح وفلفل وحبهان وورق لوري، ولو عندك قرفة ومسمار اللي هو القرنفل اللي متوفر عندك بتحطيه، بيدي طعم حلو جدا للشوربة، وبتطلع ما شاء الله الفراخ طعمها متشرب كده مادة دهنية حلوة وجميلة. طبعا انا سلقتها، هحطها تحت الشواية بمعلقة صلصة كده محترمة وعليها الملح والفلفل ومعلقتين من الشوربة تخليها بس سايلة، وهسقطها على الفراخ وحطها تحت الشواية. مروان كان حابب يساعد بس انا ما اديتلوش فرصة. زي ما انتوا شايفين انا هسقطها على الفراخ كده زي ما هي وحطها تحت الشواية. طبعا ابو العيال بياخد اللي على الوش عشان بتبقى اتحمرت زيادة عن اللزوم، معرفش ليه هو بيحب الحاجة متحمرة متحمرة جدا يعني. بس ده مزاج، الاكل امزجة. ياريت لو موجودة معايا لحد دلوقتي تشرفيني باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما تنسيش اللايك يا امراي. زي ما انتوا شايفين انا بسقي الحلل بتاعتي والشوربة شكلها ولونها رائع رائع رائع، وطعمها بقى مش قادرة اوصفهولكوا، طعمها حلو جدا، غنية جدا جدا جدا. الكرنب اديله المقدار بتاعه اللي يغطي اخر صباع،
او تسيبيه كده باين شويه على حسب الرز بتاعك ما بيشرب سوائل. لكن البتنجان لازم يبقى ناقص المي، الشوربه بتاعته او الميه بتاعته لازم تبقى ناقصه فيه، لان هو بيفرز سوائل لوحده. وهو لما بتعمليه وهو يعني محطوط واقف كده بيستوي معاكي وبيبقى زي الفل. زي ما انتوا شايفين اكلنا بعد ما خلص، ادي ورق العنب وكمان الكرنب، الحله الصغيره والحله الكبيره والبتنجان، وما شاء الله ما شاء الله بألف هنا وشفا على اللي اكل الاكل دوت. وكارما كانت مبسوطه جدا 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 وفرحانه جدا جدا، ومش قادره اقول لكم كانت عامله ازاي ان هي كلته. لان انا لما يعني في اول الموسم عملته مره وكانت ما كررتهاش تاني يعني، فبالنهارده بقت فرحانه قوي انها اللي طلبته كلته. والف هنا وشفا على قلبها، والف هنا وشفا عليكم. جربوا معايا الشوربه بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. جربوا المحشي، جربوا الفراخ تعملوها بالشكل ده هتبقى حلوه قوي قوي قوي. واشوفكم على خير في فيديو جديد في يوم جديد، يوم سعيد. ربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعاده وبركه. وصلوا معانا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشوفكم على خير في فيديو جديد في يوم جديد. سلام عليكم.